يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. ناصر دولة مش معسكر. ناصر دولة مش معسكر. ناصر دولة مش معسكر. ناصر دولة مش معسكر. سياسي قاتل. سياسي قاتل. حكم العسكر باطل. حكم العسكر باطل. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، شكرا جزيلا لكم، جزاكم الله خيرا على هذا الموقف المساند لإخوانكم، لشعب مصر، للمرابطين في سجون مصر، وللشعب المناهض للنظام الانقلابي في مصر. إننا هنا أيها الكرام أولا، ونقف هذه الوقفة بعد صلاة التراويح لندعو الله سبحانه جل وعلا للمستضعفين في مصر بالنصر والتمكين. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنهم الغمة، وأن يرفع الغمة عن كل الأمة في كل مكان، وعن المستضعفين في كل مكان. ونحن هنا أيها الأحباب لنبث رسالة إلى المستضعفين في مصر، إلى السجناء في مصر، وإلى القابضين على الجمر في شوارع مصر، إلى الرافضين للانقلاب في ربوع مصر كلها، لنقول لهم أثبتوا إن الله معكم، وإننا ندعم قضيتكم، وإن كل أحرار العالم يدعمون قضيتكم، فقضيتكم قضية عادلة. لا يمكن لانقلاب غاشم أن يمحو الشرعية مهما طال الزمن أو قصر. إن مسار الانتخابي الديمقراطي في مصر جاء بأول رئيس منتخب شرعي في مصر، هو الدكتور محمد مرسي. هذا الرئيس يبقى رئيسا منتخبا شرعيا، ولا يمكن لأي عمل يقوم به انقلاب أن يلغي هذه الشرعية. أيضا أيها الكرام، رسالتنا إلى المجتمع الدولي، عار عليك أيها المجتمع الدولي هذا النفاق في حق الرئيس مرسي وفي حق اختيار شعب مصر. ماذا كان موقفك أيها المجتمع الغربي وأيها المجتمع الدولي لو حدث في مصر، حدث في أوروبا أو حدث في دولة من دول أخرى، ماذا كان يكون موقفكم أيها المجتمع الدولي؟ إننا هنا ندين صمت المجتمع الدولي ونفاق هذا المجتمع تجاه مصر، ونطالب كل الهيئات الدولية منها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل منظمات دولية أن تقف إلى جانب الشرعية في مصر، وأن تقاطع النظام الانقلابي في مصر. ندعو إلى مقاطعة هذا النظام الانقلابي في مصر، وأن يقفوا إلى جانب الشرعية، وإلى جانب محاكمة عادلة لكل الأحرار في مصر وفي غير مصر. أيضا أيها الكرام، رسالتنا إلى الأمة الإسلامية جميعا أن تقف مع أحرار مصر، وإلى كل الدول والحكومات العربية والإسلامية أن تقاطع هذا النظام الانقلابي، ومنها هذه الدولة دولتنا المغرب. ينبغي عليهم أن يقاطعوا هذا النظام الانقلابي، وأن يعجلوا بطرد سفير النظام الانقلابي في المغرب. هذا سفير انقلابيين وليس سفيرا لمصر. مصر الحرة بين القضبان، الاختيار الحر لمصر الآن في السجون. مصر هي رابعة، مصر هي القوى المدنية الحرة التي قاومت الانقلاب وقاومت النظام العسكري في مصر. ارحل يعني امشي، ارحل يعني.